وقف بيع وحجز السيارات في مصر، وانخفاض المبيعات 30% في أغسطس. تجمع لملاك هيونداي كوبي، السيارة الأولى للنادي الأهلي. انطلاق رالي تحدي عبور مصر، وأحمد حلمي هيوصلك أي حتة. نصائح تهمك في فقرة التيبس، وتور درايف تهم كل عائلة. بيكم. تعالوا بسرعة نعرف أخبار السوق المصري والأزمات الكثيرة اللي بيمر بيها بقاله فترة، واللي من أهمها طبعاً عدم توفر الدولار والزيادة الكبيرة في سعره في الأسواق الموازية، وده خلى لبعض الشركات توقف الحجز والبيع تماماً على عربياتها لغاية لما يستقر السوق وتثبت الأسعار. بس برضو في شركات زودت أسعار العربيات بشكل جنوني، يعني ما كانش حد أبداً يتخيل إن الكيا بيكانتو تبقى 180,000 جنيه، والفيرنا 160,000 جنيه، وهيونداي إلانترا المصري ب 198,000 جنيه. لو عايزين تتفاجئوا أكتر، تابعوا بقية أسعار العربيات اللي في التيكر أو الشريط اللي بيتعرض طول وقت الحلقة. وبمناسبة وقف البيع، صدر في آخر تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات الأمك استمرار الانخفاض الحاد في مبيعات العربيات اللي بدأ السنة اللي فاتت، وسجلت الشهور الثمانية الأولى من السنة دي انخفاض إجمالي المبيعات لحوالي 137,600 وحدة. ده كان من أول يناير لنهاية أغسطس، وده بالمقرب 185,900 وحدة في نفس الفترة في سنة 2015. وظهر في التقرير أن مبيعات الملاك انخفضت بنسبة 25.6% خلال أول 8 شهور من السنة دي، وده بالمقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت بمبيعات 98,400 عربية مقابل 129,900 عربية السنة اللي قبلها. أما مبيعات الأوتوبيسات فانخفضت بنسبة 31.8% بإجمالي 15,200 أوتوبيس، بينما انخفضت مبيعات النقل والشاحنات بنسبة 25.7% ووصلت ل 24,900 عربية. بالنسبة لمبيعات العربيات المجمعة محلياً فنزلت بنسبة 17.3% ووصلت 70,000 وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، في حين انخفضت مبيعات العربيات المستوردة بنسبة 33.2% عن نفس الفترة اللي وصلت ل 67,500 وحدة. وبالنسبة لمبيعات شهر أغسطس بس فانخفضت بنسبة 30% تقريباً مقارنة بنفس الشهر في 2015 اللي اتباع فيها 17,600 عربية مقابل 25,000 عربية في أغسطس 2015. ونسبة انخفاض الملاكي فكانت حوالي 26%، والأوتوبيسات 36.5%، والنقل 40.2%. ملاك عربيات هيونداي كوبي في مصر نظموا تجمع ليهم في مدينة الإسماعيلية، وعملوا أشكال فنية بعربياتهم خلال التجمع اللي كان الهدف منه هما يتعرفوا على بعض ويقضوا يوم ترفيهي بعربياتهم. فكرة تجمعات العربيات من موديل أو نوع معين مش فكرة جديدة، وسبق قبل كده تنظيم تجمعات مشابهة كان من ضمنها تجمع مالكي عربيات فيات 128 والعربيات الأمريكاني وغيرها. ظهرت على مواقع السوشيال ميديا صورة لعربية النادي الأهلي من طراز كاديلاك إسكالاد ليموزين، وهي بتعتبر أول عربية من نوعها لفريق كورة في مصر. العربية اترسم عليها من الجنب شعار النادي الأهلي، واتكتب عليها شامس أون بورد أو الأبطال جوه العربية، واتكتب عليها كمان عدد البطولات اللي حققها النادي وعددها 38 بطولة. العربية استخدمها مجموعة من لاعبي النادي الأهلي وهم بيزوروا مصنع شركة جهينة الراعي الرسمي للفريق، وكان من ضمنهم أحمد فتحي، مروان محسن، حسام عاشور، وسيد معوض، وأحمد أيوب. صفحة حلمي لافرز أو عشاق الفنان أحمد حلمي نزلت فيديو ليه وهو بيوصل أحد معجبينه من الشباب لدرسه في المهندسين. أنا قابلت محمد في الشارع صدفة وبوصله الدرس. شايفين الدرس، رايح الدرس. في تور درايف النهاردة معانا عربية واضح إنها تهم أي عيلة مصرية. اتعرفنا عليها النهارده ياسمين سامي. العربيه اللي هنجربها النهارده في التور درايف هي عربيه حديثه في السوق العالميه والمصريه.
أول ظهور ليها كان في ألمانيا سنة 2012، ومن ساعتها ولحد دلوقتي العربية محققة نجاح كبير في أوروبا، وبتعتبر من العربيات اللي بتحقق نسبة مبيعات كبيرة. مثلاً في سنة 2015 اتباع منها حوالي 500 ألف عربية. العربية من فئة الكروس أوفر أو الاس يو في متوسطة الحجم. ظهر منها طرازين، الأولاني الهاي لاين والتوب لاين. تعالوا مع بعض نتعرف أكتر على مواصفات ومميزات العربية الألمانية أوبل موكا. بشكل عام تصميم العربية رياضي جداً، وده هنلاقيه واضح في وش العربية. عندنا الشبكة الأمامية بتأكد الطابع الرياضي للعربية. تصميم الفوانيس الأمامية مستطيل عريض وحاد مسحوب على جوانب العربية، والفوج لايت أسفل العربية. الإكسدام متوسط الحجم، وفي بعض الانحناءات على الكبوت من قدام وعلى الجانبين. ظهر العربية مميز جداً وبيدل على الستايل الرياضي اللي بتتميز بيه العربية كلها، وده هنلاقيه واضح في شوية تفاصيل زي الكيرف اللي واخده ظهر العربية عامة، السبويلر، الإزاز الغامق، وطبعا هنا شايفين في مساحة للإزاز الخلفي ودي بتبقى مفيدة جدا في وقت المطر. في هنا أماكن الباركينج سنسور، وطبعا الكشاف المميز للعربية الأوبل موكا. طول أوبل موكا 4.27 متر، عرضها 1.77 متر، الارتفاع 1.65 متر، طول قاعدة العجلات 2.55 متر، وزن العربية 1525 كيلوغرام، سعة تخزين الشنطة الخلفية حوالي 1372 لتر. من جوه الصالون هنلاقي شاشة الكمبيوتر الرحلات موجودة ورا الدريكسيون زي اللي موجودة في أوبل أسترا. هنلاقي جزء كبير من العربية متغطي بالجلد الفاخر، وكمان التابلو الأمامي في بعض الخطوط الأنيقة، وشاشة الملاحة بتتميز بتصميم كبير في الحجم. موكا كمان بتوفر تجهيزات كتيرة، من ضمنها فوج لايتس أمامية وخلفية، إضاءة هالوجين أو زينون حسب الفئة، سنتر لوك، مثبت سرعة أو كروز كنترول، باور ستيرنج للدريكسيون، جنوط سبور 17 بوصة و18 بوصة في التوب لاين، الكنبة الخلفية قابلة للطي، زجاج كهرباء أمامي وخلفي، ريموت كنترول، كرسي السواق قابل للضبط في 4 اتجاهات، تكييف هواء مزدوج النطاق أو دول زون، ضبط مستوى ارتفاع الكشافات الأمامية يدوي، مقابض الأبواب والمرايات الجانبية بلون العربية، مسند يد أمامي، ضبط المرايات الجانبية كهربياً، فانوس للفرامل مثبت علوياً، بالإضافة لمساحات للزجاج الخلفي، راديو MP3 CD ومخرج USB بالإضافة ل6 سماعات، كمبيوتر في لوحة القيادة وشاشة بيانات جرافيك. أما موديل توب لاين من العربية بيجي بتجهيزات ومزايا بتشمل كل اللي قلناه، مع إضافة تجهيزات تانية عليها، من ضمنها ضبط المراية الجانبية وغلقها كهربائياً، فتحة سقف زجاج كهرباء، تسخين للكراسي الأمامية، حساسات للمطر، سخان للدريكسيون، تحكم في الراديو الموبايل من الدريكسيون، مشغل اسطوانات مع وصلة USB، وشاشة ألوان 7 بوصة HD. من أكتر الحاجات اللي بتميز الصناعة الألمانية في العربيات الموتور. خلونا نشوف موتور أوبل موكا بالتفصيل. موتور أوبل موكا إيكوتك سعته 1400 سي سي، تربو رباعي الاسطوانات، بيدي قوة 140 هورس باور، عزمه 130 نيوتن متر، متصل بجير بوكس اوتوماتيك من 6 سرعات، بيساعد العربية على التسارع من الثبات ل 100 كيلومتر في الساعة في 10.4 ثانية، مع قدرتها على الوصول لسرعة قصوى حوالي 192 كيلومتر في الساعة. موكا 2016 فيها تانك بنزين سعته 54 لتر، والعربية بتعتمد على بنزين 92. الاستابيليتي بتاعت العربية كويسة جدا، ودي ميزة في العربيات الألمانية عامة. الهاندلينج العربية لطيفة، سحبها حل، تجميعها للسرعة معقول. العربية حقيقة أنا شايفة أنها مناسبة لمشاورنا كل يوم وإحنا رايحين الشغل وإحنا أو في النادي، مشاوير بتاعتنا العادية، أو كمان هتبقى مناسبة ومريحة جدا في السفر، مش متعبة خالص.
بالنسبة للسيفتي ومستوى الأمان، هنلاقي إن أوبل موكا فيها مواصفات أمان عالية سواء في الهاي لاين أو التوب لاين. من ضمنها 4 وسائد هوائية إيرباك، نظام منع إنغلاق الفرامل ABS، ونظام تحكم إلكتروني في الثبات ESP، ونظام إنذار ضد السرقة وحساسات للركن أمامية وخلفية، كشافات زينون أمامية، وخاصية الإضاءة النهارية DRL وغيرها. فعلا العربية الأوبل موكا عربية متميزة جدا، وجه ظهورها في السوق المصرية في وقت مناسب محققة فيه فئة الكروس أوفر نجاح كبير وإقبال من المستهلكين. فلو أنت بقى بتدور على عربية يكون شكلها عملي ورياضي وأنيق في نفس الوقت، وعايز تستخدمها في مشاويرك اليومية أو تسافر بيها مع عائلتك أو صحابك، وعايز عربيتك يكون موتورها قوي وفي نفس الوقت بتوفر في استهلاك البنزين، أعتقد أن اختيارك لأوبل موكا اختيار مناسب جدا، خصوصا بعد الأوبشنز الكتير اللي احنا شفناها في العربية ومستوى الأمان اللي بتقدمه لنا أوبل موكا لكل ركابها. لاحقا سواقين النقل في مصر ما بيهمهمش حد، تقطع مسافة 100 كيلومتر بأقل من 10 جنيه. بورش تواصل النمو عالميا. الكشف عن الفئة الخامسة الجديدة. في فيديو غريب انتشر على السوشيال ميديا، في سواق عربية نص نقل هو بيحاول يدخل عكسي في شارع ضيق، فضل يخبط في كل العربيات اللي راكنة واللي ماشية لغاية لما أصحاب العربيات والناس اللي في الشارع جريوا وراه وقدروا يمسكوه. الحقيقة مفيش حاجة تتقال على سلوك زي ده في الشارع المصري. شركة تركية نجحت في تطوير عربية صغيرة بتمشي ب3 عجلات وكمان بتشتغل بالكهرباء وبتتشحن بسهولة جدا من كهربة البيت. العربية موفرة جدا في استهلاك الطاقة وبتقدر تقطع مسافة 100 كيلومتر بتكلفة شحن أقل من $0.5، يعني أقل من 10 جنيه مثلا، وبتوصل سرعتها القصوى ل 45 كيلومتر في الساعة، وتقدر تعتمد على شحن البطارية لمدة 2.5 ساعة قبل ما تحتاج لإعادة الشحن. العربية كمان بتستوعب 2 ركاب ورا بعض، وسعرها بيتراوح من $3,000 إلى $5,000 أمريكي. بورشة قدرت تواصل نموها في الأسواق العالمية خلال 9 أشهر الأولى من 2016. الشركة الألمانية زودت إجمالي عدد العربيات اللي سلمتها للعملاء بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت. وصلت العربيات اللي سلمتها في كل أنحاء العالم ل 178,314 عربية. ترازات ماكان و718 بوكستر الجديدة كان ليها الفضل الأكبر في الزيادة اللي حققتها الشركة. والسوق الصينية لوحدها حققت زيادة بنسبة 11%، وده بالمقارنة بالسنة اللي فاتت، علشان تحتفظ بمكانتها كأقوى سوق لعلامة بورشا عالمياً في الفترة اللي فاتت. أخيراً كشفت BMW عن الفئة الخامسة الجديدة من جيلها السابع، بعد ما شوقت كل عشاقها لفترة طويلة بعدد من الفيديوهات والصور للعربية قبل نزولها رسمياً وطرحها بالسوق. الفئة الخامسة الجديدة فيها مجموعة كبيرة من التطورات الهندسية والتكنولوجية، وده بالمقارنة بالجيل السابق. العربية بتستخدم شاسيه أخف بحوالي 100 كيلوغرام من الموديل السابق، وفيها أنظمة أمان ومساعدة متطورة للسواقة كتيرة جداً بشكل غير مسبوق في أي عربية تانية من فئة رجال الأعمال الفخمة أو الإكزاكتيف كارز، ومن ضمنها خاصية الركن عن بعد أو ريموت باركينج اللي تقدمت في الفئة السابعة الجديدة. ومن ناحية تانية، BMW عرضت رؤيتها لمستقبل الدرجات النارية من خلال نموذج تجريبي جديد هو موتوراد فيجن نيكست 100. الموتوسيكل الجديد خالي تماماً من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وبيتمتع بنظام توازن ذاتي، يعني مش ممكن أبداً يقع باللي راكبه، وعلشان كده الراكب مش محتاج لا خوذة ولا بدلة تقليدية، بس بيلبس نظارات أشبه بنظارات الواقع الافتراضي علشان يشوف من خلالها الطريق بشكل تفاعلي، وبدلة مكيفة علشان ضبط الحرارة، وبتستخدم كمان في فهم الموتوسيكل حركة الراكب والأوامر عن طريق الإيماءات والحركات، والإطارات نفسها بتقوم بوظيفة نظام التعليق. يوم الاثنين اللي فات أقيم مؤتمر صحفي في فندق ماريوت الزمالك، وده الإعلان عن انطلاق الموسم السادس من رالي تحدي عبور مصر للدرجات النارية اللي هيقطع خط السير طوله حوالي 3000 كيلومتر حوالين مصر.
الرالي بيستهدف تنشيط السياحة في مصر وبيتنظم تحت رعاية وزارة السياحة، وبيشارك فيه السنة دي مشاركين من أمريكا وأستراليا وإنجلترا والهند والدنمارك وهولندا والنمسا ونيوزيلندا وإيطاليا وفلسطين ومصر. وشارك في المؤتمر الرحالة الألماني ستيفن هاوزر وزوجته أنيت هاوزر اللي عملوا رحلة في كل أنحاء العالم، بدأت من ألمانيا بعربية مرسيدس جي كلاس، وصلوا لمصر الشهر ده علشان يشتركوا في الرالي بعد ما قطعوا مسافة 75 ألف كيلومتر وزاروا 38 دولة مختلفة، وقضوا على الطريق أكتر من 740 يوم. بعد الرالي هيكملوا رحلتهم مرة تانية. حدث مهم جدا لسادس سنة على التوالي، نادي السيارات يرى هذا الحدث اللي هو المفروض فيه عدد كبير جدا من الدرايفرز والموتوسيكلات من العديد من دول العالم. مثل هذه الايفنتات بتشجع السياحة. انا شايف انه حدث مهم جدا. السنة دي شايفين فيه تمثيل زيادة شوية، يمكن عدد المتابعين قل شوية لكن عدد الدول زاد ل 12 دولة. في بعض الدول اللي بنشوفها لأول مرة بتشارك. أنا بس كان ليها عدة ملاحظات، أعتقد إن لو كان تم مراعاتها كان ممكن نشوف حاجة أفضل من كده وكان يبقى ليها مردود أفضل. الحاجة الأولانية، أنا مندهش جدا من عدم حضور السيد وزير السياحة للمؤتمر الصحفي. طبعا وجوده كان هيعكس مدى اهتمام الدولة، وإحنا شايفين طبعا الظروف اللي إحنا بنمر بيها وقد إيه إحنا محتاجين نوضح للناس مدى الأمان اللي بتتمتع بيه مصر وقدرتها على تنظيم النوع ده من السباقات. الحاجة التانية، معرفش كلمة السيد رئيس نادي السيارات كلمة يعني مبهمة شوية فيما يخص الدعم المقدم للراليات. هو بيقولوا ان احنا بنقدم كل اوجه دعم، حاولنا نعرف من خلاله ايه نوع الدعم المقدم، ما قدرناش نوصل لنتيجة شفية، علما بان نادي السيارات بيتلقى تبرعات سنوية من النادي العالمي لرياضة السيارات. الحاجة الثالثة اللي أنا أتمنى أن يتم مراعاتها في المستقبل، أن إحنا النهاردة مركزين على الحضور الإعلامي المحلي، شيء كويس جدا، ولكن إحنا النهاردة بنقول حدث زي ده عايزين نوري الناس برا إحنا قدرتنا إيه، مدى الأمان اللي إحنا بنتمتع بيه عشان ننظم حدث بتمتد مسافته حوالي 3000 كيلو متر، هيلفوا أنحاء مصر تقريبا ويخشوا الصحراء الشرقية. إزاي ما يكونش موجود ممثلين لجهات إعلامية أجنبية أو على الأقل المكاتب الإعلامية اللي موجودة في بعض السفارات. حبينا نساهم ونشارك، وإحنا مساهمين من أول في كذا مشروع في مصر لتنشيط السياحة المصرية، وإن شاء الله باجتماع القادم دلوقتي خلال ساعتين مع الأستاذ أحمد عشان نحضر ونجيب كذا جروب من كذا دولة تانية غير الكويت يشاركوا ويساهموا في نشاط السياحة المصرية في مصر. الرالي السنة دي هيبتدي يوم 20 أكتوبر وهيستمر لغاية 29 أكتوبر، خط سير 3000 كيلو، وده يمكن يعتبر أطول خط سير في تاريخ الرالي. عندنا 9 مراحل السنة دي، 9 أيام، في مرحلة منهم تعتبر أطول مرحلة في الرالي 515 كيلو. هيبتدي خط السير إن شاء الله من اسكندرية مروراً بجيزة، المنيا، الأقصر، أبو سمبل، أسوان، مرسى علم، الجونة، العين السخنة، ثم انتهاءً تحت أهرامات الجيزة إن شاء الله. في 51 مشارك من 12 دولة مختلفة، 21 مشارك من مصر وبقية الجنسيات متنوعة. أنا شايف أنه مردود الموضوع ده بالنسبة لمصر حاجة كويسة قوي، لأنه بيساعد على السياحة، لأنه جه في وقت كانت فعلا مصر محتاجة زقة شوية في السياحة. الناس دي بصراحة بتبقى سفراء لنا برا، بعد ما بيجوا الحاجات اللي بيشوفوها هنا ما بيصدقوش اللي بيشوفوه في الأنباء برا، يعني بيجوا لك البلد ما فيهاش أمان، ما فيهاش مش عارف إيه، بيجوا يشوفوا حاجة تانية مختلفة تماما عن اللي بيشوفوه هنا فعلا على الطبيعة. رسائل كتيرة وصلت لنا عشان نعيد حلقة عربية العندليب، تعالوا نستمتع بيها مرة تانية مع إلهامي عزت. فورد شركة أمريكية عريقة قديمة، يمكن من أقدم العربيات اللي في العالم،
وهي أول عربية عملت خط إنتاج يعمل عربيات كلها زي بعض، بعد العربيات اللي كانت بتتعمل بالإيد أو اللي كانوا بيسموها الكوتش وورك اللي هي كانت أقرب ما يكون للحنطور. فورد أسسها هنري فورد، واشتهرت في أواخر الخمسينيات والستينيات بالعربيات القوية اللي محركاتها جامدة، ولازالت لغاية دلوقتي فورد بتعمل عربيات قوية جدا وبقت مجموعة شركات كبيرة. عندنا النهاردة عربية من عربيات فورد، بس الموضوع مش موضوع انها عربية كلاسيك وخلاص، لان العربية دي بتاعة شخصية شهيرة كلنا بنحبها. تعالوا نشوف العربية شكلها ايه وكانت بتاعة مين. فورد ثاندربيرد 1956، العربية دي ابتدى انتاجها من سنة 55 لسنة 57. سنة 56 تحديدا اللي هو موديل عربيتنا، العربية اختلف فيها شوية حاجات، عملوا تعديل في الشنطة، طلعوا الاستبن بره الشنطة بقى محطوط في راك لوحده عشان يدي مساحة للتخزين اكبر جوه الشنطة. وبرضو من العلامات المميزة في موديل 56 الفنتيليشن اللي في الرفارف اللي قدام او فتحات التهوية، اللي وظيفتها انها تهوي على الصالون من جوه او تتفتح عشان تدخل هواء للركاب جوه العربيه. العربيه الثاندربيرد كان محركها 4800 سي سي، وبرده من ضمن التعديلات اللي حصلت سنه 56 ان بقى المحرك بتاعها 5100، هو الثمانية سلندر على شكل في، بس بقى السي سي بتاعه اكبر من الاول. طبعا الفورد ثاندربيرد بتتعمل في امريكا في مصانع فورد، وهي يمكن من اهم العربيات الماسل كارز او الامريكان كارز اللي اتعملت في الوقت ده، ولغايه دلوقتي لسه ليجند. فورد ثاندربيرد زي ما قلنا انتجت من سنه 55 لسنه 57، وعدد العربيات اللي انتج حوالي 3500 عربيه، منهم 1500 عربيه سنه 56 اللي هي زي موديل عربيتنا، وده طبعا من الاسباب اللي بتخليها النهارده نادره وغاليه. العربية اتعملت من فئة الرودستر او السبيدستر اللي هي بتاخد كرسيين او كنبة واحدة قدام والسقف بيتشال وتبقى فولي كومفورتبل. الفورد ثاندربيرد زي ما احنا عارفين من العربيات الامريكاني اللي ليها تاريخ كبير قوي، ودي اول عربية تعملها فورد بكرسيين من سنة 1938. سنة 53 فورد عملت الثاندربيرد عشان تنافس مع شيفروليه كورفيت اللي كانت لسه هيتعمل لها لونشينج، وكلام ده كان في نيويورك موتور شو. اهم من انها عربيه فورد ثاندربيرد موديل 56 وبالحاله الجميله والريستوريشن اللي معمول لها، العربيه دي بتاعه العندليب عبد الحليم حافظ. ايوه دي عربيه عبد الحليم حافظ، كانت ملكه في يوم من الايام. عبد الحليم معروف عنه ان هو كان غاوي عربيات سبور، كان غاوي عربيات مواترها محركاتها كبيره، وكان بيركب على طول عربيات فورد وعربيات امريكاني وعربيات مرسيدس، هنشوف كل ده في حلقات تانية جاية. العربية دي قيمتها بترجع لانها كانت بتاعت عبد الحليم اكتر من قيمتها لانها عربية فورد قديمة موديل 56 محتفظة بشكلها الاصلي من المصنع. اللي عايز يشوف العربية دي يقدر يشوفها في فيلم الوسادة الخالية، عبد الحليم حافظ كان سايقها وكانت قاعدة جنبه الجميلة لبنى عبد العزيز، بس كانوا شايلين السقف. سعر الثاندربيرد في السوق بتاع العربيات الكلاسيك النهاردة بيتراوح ما بين 40,000 دولار ل 80,000 دولار، طبعا في حاجات بتبقى أغلى من كده ودي حاجات بتبقى اكسبشنز لو مش بتاعة عبد الحليم حافظ، لكن عربية عبد الحليم حافظ ليها حسابات تانية خالص برا الموضوع. دي كانت حلقتنا النهاردة مع الفورد ثاندربيرد وعبد الحليم حافظ، استنونا في حلقة جديدة وعربيات كلاسيك تانية إلهام يعز. لاحقا سيارات شرطة دبي الخارقة ميني جي سي دبليو أفضل رياضية صغيرة، وتويوتا ضمن أفضل العلامات التجارية سيارة تغير شكلها، وسيارات في غرفة المعيشة بسبب الإعصار.
شركة دبي نشرت فيديو بيوضح القدرات الخارقة لأسطول العربيات اللي بتمتلكها في شوارع مدينة دبي بالليل، علشان تبين إن مفيش حد ممكن أبداً يهرب من العدالة، خاصة لو طردته عربيات بالقدرات دي. شرطة دبي بتمتلك عدد كبير من السوبر كارز المعروفة من ضمن أسطول عربياتها، واللي من ضمنها أستون مارتن 177 وبوغاتي فيرون ولامبرجيني أفنتادور ونيسان جي تي آر وأودي آر 8 وبنتلي كونتيننتال جي تي ومرسيدس اس ال اس اي ام جي ومكلارن ام بي 4 12 سي وفيراري اف اف ميني. جون كوبر ووركس او جي سي دبليو قدرت انها تدافع عن لقبها كافضل عربيه رياضيه من فئه العربيات الصغيره العام 2016، وده الاستفتاء اللي اجرته مجله سبورت اوتو الالمانيه اللي قدرت ميني جي سي دبليو تفوز فيه باللقب للسنه الثانيه على التوالي. ميني جي سي دبليو فازت بنسبة 28.2%، وده كان من إجمالي الأصوات اللي وصل عددها السنة دي حوالي 17,000 شخص صوتوا لاختيار أفضل العربيات الرياضية من 25 فئة مختلفة من إجمالي 235,000 موديل. شركة تويوتا اليابانية تم اختيارها كواحدة من أفضل الماركات التجارية في العالم، وده كان وفقاً للتصنيف اللي أجرته شركة إنتربراند المتخصصة في أبحاث السوق لأفضل الماركات العالمية في كل المجالات. وحسب التصنيف ده، تويوتا قدرت تحتفظ بلقبها كأكثر علامات السيارات التجارية من حيث القيمة، واحتلت المركز الأول في التصنيف بين كل الشركات الأسيوية علشان تبقى أول شركة سيارات وكمان أول شركة أسيوية تحتل ترتيب بين الخمسة الكبار في القايمة. تويوتا خدت المركز الخامس بعد أبل وجوجل وكوكا كولا ومايكروسوفت، أما تاني شركة سيارات في التصنيف فكانت مرسيدس بنز اللي جت في المركز التاسع، وبي أم دبليو احتلت المركز الحداشر، وهوندا 21 وفورد 33 وهيونداي 35 وأودي 38 وفولكس فاجن 40 ونيسان 43 وبورشا 50 وكيا 69 ولاند روفر 78 وهارلي ديفيدسون 80 وميني 88 وتسلا جت في المركز رقم 100. كلنا بنتفرج على العربيات اللي بتظهر في الأفلام، بس جزء كبير مننا لما بيشوف مشهد غريب أو صعب إن هو يتم تصويره على الحقيقة بيقول ده أكيد مشهد متركب. هو ده بالظبط اللي بيتقال عليه CGI. فريق من العاملين في صناعة السينما في هوليوود قدروا إن هما يبتكروا عربية جديدة اسمها ميل بلاك بيرد، وهي عربية هتقلل الفرق بين الواقع والخيال عن طريق مجموعة من المؤثرات البصرية اللي بتخليها تقدر تغير شكلها لأي عربية بمنتهى السهولة، وكمان تغير طول قاعدة العجلات بتاعتها وتغير مكان الموتور علشان تقدر تقلد حجم وحركة أي عربية. هل ممكن تتخيل إنك تركن عربيتك جوه بيتك عشان خايف عليها؟ هو ده فعلاً اللي حصل في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكان السبب الخوف من إعصار ماثيو اللي تعرضت ليه الولاية. اتنين متجوزين حطوا عربيتهم التويوتا فانزا جوه الليفينج روم علشان يحافظوا عليها من الإعصار، وعلى فكرة دي ما كانتش الحالة الوحيدة من نوعها. واحد تاني في نفس الولاية ولنفس السبب حط عربيته البي ام دبليو اي 30 ام 3 جوه بيته علشان يمنع عنها اي ضرر. فعلا حب من نوع تاني. في فقرة المقارنة النهاردة معانا عربيتين زي الاخوات واكتر، هيقدمها لكم حسام سليمان. العربية اللي معانا في فقرة المقارنة النهاردة هي عربية تعتبر جديدة نسبيا على الاسواق العالمية، لان كان اول ظهور ليها كان بداية سنة 2015. عربيتنا النهاردة من فئة الكروس اوفر او الاي سي يو في، وبتتميز بتصميم جديد تماما على الشركة الكورية تنتكس. عربية المقارنة اللي موجودة معانا النهاردة هي التيفولي اكس ال في، وبتنتج من الشركة الكورية سانجيونج. وفي نفس الوقت النهاردة هنقارنها باختها الصغيرة العربية تيفولي اللي هي اوريدي موجودة في الاسواق المصرية بقالها كتير. وتقدم اول موديل منها في السوق المصري قرب نهاية السنة نفسها، وتماما زي نجاحها في الاسواق العالميه قدرت العربيه انها تحقق شعبيه في مصر رغم انه ما عداش على تقديمها وقت طويل. العربيه التيفولي الاكس ال في بتتميز بشكل بياكد الطبيعه العصريه الجذابه، ونفس التصميم هتلاقيه في العربيه التيفولي، والفرق الوحيد الحجم هتلاقيه اصغر شويه. الخطوط الحاده على الكبوت وتصميم فتحات التهوية اللي على أجنبها الفوج لايتس بتأكد شخصيتها الخارجية المميزة، وده بيخلي التفاصيل دي ظاهرة فيها بشكل واضح. ونقدر نقول كمان إن تيفولي ميني اس يو في، ولكن الإكس ال في تعتبر اس يو في متوسطة الحجم. وأميز حاجة هتلاقيها في وش العربية التيفولي الإكس ال في هو فانوس العربية،
اللي هتلاقي جواه الليد لايت اللي واخد من اول الفانوس لغايه اخره. لما تيجي تبص على ظهر العربيه الاكس ال في هتلاقي اول حاجه الفانوس الكبير المسحوب على ارفع في جناب العربيه، وفي نفس الوقت هتلاقي كمان في باركنج سنسور. وتعالوا بقى نبص على السعه اللتريه داخل شنطه العربيه. السعه اللتريه داخل شنطه العربيه 720 لتر، ولو قارناها بالعربيه تيفولي هتلاقي 423 لتر. وفي نفس الوقت انت لو تنيت الكنب بتاع العربيه توصل معاك السعه ل 1440 لتر. وفيها جنوط رياضيه 16 بوصه في فئه الكومفورت على مستوى الابعاد. هنلاقي ان اكس ال في طولها 4.44 متر، اما بالنسبه للعربيه تيفولي فطولها 4.19 متر، وعرض العربيتين زي بعض بالظبط 1.79 متر، لكن الارتفاع فارق 1 سنتي لصالح العربيه الاكس ال في وهو 1.60 متر، وطول قاعده العجلات للعربيتين زي بعض برضو 2.60 متر، والخلوص من الارض برضو زي بعض 1.67 متر. الفرق كله يجي عند ناحيه الوزن، بالنسبه للعربيه الاكس ال في طن 425، اما التيفولي طن 300. نتكلم بقى على موتور العربيه. العربيه فيها موتور 1600 سي سي، والموتور ده بيطلع 128 حصان، وعزم الموتور 160 نيوتن متر، والموتور المرتبط معاه جير بوكس اوتوماتيك 6 سرعات، وفي نفس الوقت بيوفر في استهلاك البنزين. وتيفولي كمان مزوده بنفس الموتور والجير بوكس وانظمه الدفع هي هي. المواصفات دي كلها مع وجود وحده بتوفر 3 انماط ذكيه للسواقه، وهي الباور والوينتر والايكونومي. اول حاجه هتلاقي اول ما تخش العربيه الطاره المالتي فانكشن، اللي من خلالها تقريبا تقدر تتحكم في كل حاجه، زي مستوى الصوت، زي كل المودز اللي موجوده جوه العربيه، انك ترد على الموبايل، انك تتحكم في الكروز كنترول عشان يساعدك على طرق السفر او يسهل لك طريق السفر. وفي نفس الوقت لو هنيجي بقى نتكلم على تجربه العربيه، العربيه ادائها كويس جدا، وكمان العربيه في فئه الكروز اوفر. انا شخصيا بحب العربيات الكروز اوفر خصوصا في مصر، يعني بشوف انها مناسبه لكل الطرق جوه البلد وعلى الطرق السريعه. في حاجه مهمه جدا كمان عايز اقولها لكم، انا حسيتها من تجربه العربيه، ان فرامل العربيه فعلا هايله، ودي برضو حاجه مهمه بالذات في العربيات الكروس اوفر. وفي نفس الوقت انا شايف بس ان عفشه العربيه ناشفه سنه بسيطه عن المعدل الطبيعي بتاعها. لما نيجي نتكلم على اداء موتور العربيه، انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان الموتور كان محتاج يزيد شويه، يعني كان ممكن يبقى موتور 2000 سي سي او على الاقل خالص 1800، علشان حتى يناسب حجم العربيه ووزنها. العربيه التيفولي الاكس ال في بتتميز بصالون واسع وانيق، وفي نفس الوقت كمان هيتنزل بكراسي جلد، وكمان عاجبني الويفز اللي موجوده في ظهر الكرسي والخياطه الحمراء اللي في الجنبين. والعربيه بتستخدم مكونات وخامات جودتها عاليه جدا زي الكروم والجلد، وكمان تصميم وتوزيع التجهيزات بيضيف لمستوى الفخامه اللي بتوفره العربيه، زي العدادات الدائريه الموجوده في التابلو. اما بقى لو جينا بصينا على العربيه التيفولي فهتلاقيها بتوفر نفس الامكانيات لكن ب6 طرازات مختلفه، زي الاساسيه كومفورت. الفئه دي فيها عدد كبير من التجهيزات القياسيه زي نظام البلوتوث، التحكم في الصوت والتليفون، وعوارض تحميل، الروف راك، وزجاج حاجب للشمس، ومخدع يد امامي بمكان تخزين، ومساند راس اماميه متحركه في امكانيه ضبط ارتفاع المقاعد، ومرايات جانبيه كهربائيه ذاتيه التسخين، وكمبيوتر الرحلات مع وصلات اي او اكس ويو اس بي وراديو ام بي 3 مع 6 سماعات، وفوج لايتس اماميه وخلفيه، وفوانيس ال اي دي خلفيه، وزجاج كهربائي امامي وخلفي، وطبعا تكييف تاتش. اكس ال في فيها تجهيزات امان مختلفه لحمايه الركاب، من ضمنها اير باج للسواق، وده متوفر كتجهيز اساسي، وكمان فرامل اي بي اس مضاده للغلق، ونظام توزيع الكتروني لقوه الفرامل اي بي دي. الحقيقه العربيتين حلوين جدا، وطبعا المقارنه هنا مش زي اي مقارنه عاديه، لان العربيتين تقريبا مفيش بينهم اختلافات سواء في التصميم او المكونات او مستوى الخدمه. نقدر نقول ان الفرق الوحيد تقريبا بين الاكس ال في والتيفولي هو الحجم. فلو بتدور على عربية كروس اوفر للاستخدامات اليومية جوه البلد وتكون في نفس الوقت مريحة وفيها كل التجهيزات، هتكون تيفولي هي الاختيار الانسب ليك. اما لو بتدور على عربية عائلية كبيرة وتكون واسعة جدا وعملية ومناسبة للسفر والرحلات، فاكيد
الاكس ال في هتكون قرارك الاول. العربيتين كمان بيحصلوا على الدعم في مجال خدمات ما بعد البيع من وكيل علامة سانج يونج في مصر. شركة عربيات للتجارة والتوزيع هي اللي بتوفر 3 مراكز خدمة معتمدة بالإضافة للمركز الرئيسي في مدينة 6 أكتوبر. وفي نهاية المقارنة بتاعت النهاردة اللي كانت ما بين عربيات سانج يونج، أنا شايف إن اختيارك ما بين العربيتين التيفولي والتيفولي إكس إل في أكتر حاجة هتأثر معاك في الاختيار هو الحجم. أشوفكم على خير. دلوقتي بند جديد من بنود قانون المرور عشان نعرف حقوقنا واجباتنا. المخالفة، مخالفة خط سير المركبة، الأجرة المحدد، الغرامة لا يوجد، العقوبة سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر. لاحقا مرسيدس بشحن لاسلكي، كوبري اليابان المرعب، استعراض للدريفت في جبال جنوب أفريقيا. أنت مصدر إلهام سيتروين. مرسيدس بنز هتطرح عربية بشحن كهرباء لاسلكي، وده اللي أكدته شركة دايملر وكوالكوم للتكنولوجيا اللاسلكية. الشركتين اشتركوا مع بعض عشان يقدموا طراز مرسيدس S55E الكهربائي، هيكون بخاصية الشحن اللاسلكي في 2017، واللي هيتم عن طريق ركن العربية فوق منصة خاصة تقدر تشحن العربية من غير توصيلها بمخرج كهرباء، وإن كان نظام الشحن العادي برضه هيفضل موجود. في كباري المنظر من فوقها بيبقى جميل جدا ومريح للاعصاب، وفي كباري تانية بتوصلك للمشوار اللي انت عايزه في اسرع وقت لانك ما ينفعش توصل لها من غير الكوبري، وكباري تانية زي كوبري اكتوبر زحمه 24 ساعه. لكن في كوبري اوشيما اهاشي في اليابان اكتر كوبري مخيف في العالم، واللي ظهر ليه فيديو تسجيل جديد على الانترنت. الكوبري اللي اتبنى في 2004 بيعتبر من اطول الكباري في العالم ومعروف باسم رولر كوستر او القطر الملاهي لانه مرتفع جدا، ومن كتر ارتفاعه في النص بيدي إيحاء وكأن العربيات هتنزل في المية لأنك ما بتشوفش أي حاجة بعد المطلع، وارتفاعه في النص حوالي 45 متر عشان السفن تقدر تعدي من تحتيه. بطل سباقات الدريفت النيوزيلندي ماد مايك عمل فيديو جديد ليه في جنوب أفريقيا اللي بيستعرض فيه إمكانيات الدريفتنج بعربيته المازدا RX-8. ماد مايك عمل قبل كده فيديوهات مشابهة في جبال نيوزيلندا وعلى بحيرة متجمدة في اليابان، واللي بتتعمل برعاية شركة ريد بول، وعلشان كده العربية بتاعته معروفة باسم باد بول. تعالوا نتفرج على الفيديو الجديد. Nice driving, but what took you so long? You sent me the long way. فيت قامت بدعم المواهب الموسيقية الشابة من خلال مسابقة Battle of the Bands 2016، وكانت التصفية النهائية بين فرقة حركة وتر وكود مصر، وكانت منافسة شرسة جدا، وفي الآخر فازت فرقة كود مصر بفرق 5 أصوات بس. وانت الفنان ارسم بمزاجك واشطب عاللي فاتك، بكره عاوز يسمع حكاياتك، اشخط في سكوتك واسمع صدى صوتك قبل ما الدنيا تجري وتفوتك. حملة تسويقية جديدة عملتها شركة سيتروين الفرنسية، وده كان تحت شعار سيتروين Inspired by You، أو أنت مصدر إلهام سيتروين. الحملة بتوضح المتعة اللي بتوفرها عربيات سيتروين لأصحابها ولكل الركاب، سواء من خلال تصميم العربية أو من خلال التكنولوجيا المتطورة الموجودة فيها، وده علشان توفر تجربة ممتعة للناس خلال الفترة الطويلة اللي بيقدوها جوا العربية. ودلوقتي تعالوا نعرف تاريخ شركة جاكوار. أول ظهور تاريخي لجاكوار كان في سنة 1922، وكانت الشركة في الوقت ده اسمها سوالو سايد كار كومباني، وكانت متخصصة في البداية
في تصنيع العربيات اللي بتتركب في جنب الموتوسيكلات أو سايد كارز. ولما انتقلت ملكية الشركة لـ SS Cars Limited ابتدت تصنع هياكل لعربيات الركوب اللي كانت بتنتجها شركة اسمها Standard Motor Co. واللي كان عدد كبير منها من موديل اسمه جاكوار. وفي سنة 1945 الشركة غيرت اسمها من SS Cars لجاكوار كارز من وحي اسم الموديل اللي كانت بتشارك في تصنيعه. وفي سنة 1966 الشركة دخلت في اندماج مع BMC أو British Motors Corporation، وده كبر حجم الشركة وتحولت لمجموعة اسمها BMH أو British Motor Holding. وعلى مدار سنين طويلة فضلت جاكوار بالإضافة للموديلات المختلفة اللي بتنتجها تصنع عربيات مخصوصة لرئيس الوزراء البريطاني. والشركة كمان بتحمل ضمانات ملكية Royal Warrants من الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز، اللي بتأكد إنها بتزود العيلة المالكة البريطانية بعربيات، وده إداها قيمة عالية جداً لمنتجاتها خصوصاً في إنجلترا. في سنة 2008 شركة جاكوار ولاند روفر اتباعت لمجموعة تاتا موتورز الهندية، وده كان في صفقة من أكبر الصفقات في تاريخ قطاع السيارات، وبقى اسمها جاكوار لاند روفر. ودلوقتي مع نصايح جديدة عشان تقدر تحافظ على عربيتك هتقدمها لكم بسنت الحسيني. أهلا بيكم في فقرة التيبس. كتير مننا ما بناخدش بالنا من علامات الطريق اللي موجودة، في مننا اللي ما يعرفهاش أصلا واللي بيتجاهلها أو اللي ما بياخدش باله منها، مع إنها ممكن تنبهنا لحاجات مهمة جدا تبقى موجودة على الطريق. علشان كده أنا هقول لكم النهاردة أهم علامات المرور ومعانيها. طريق ممنوع المشي فيه على رجليك أو تعديه. طريق ممنوع للموتوسيكلات الكبيرة. طريق ممنوع للموتوسيكلات العادية. طريق ممنوع على العجل. طريق ممنوع على العربيات اليدوية. طريق ممنوع على جميع أنواع العربيات والموتوسيكلات الكبيرة. ممنوع مرور المقطورات أو العربيات المسحوبة اللي وزنها أكتر من 250 كيلوغرام. طريق ممنوع للعربيات اللي شايلة مواد خطيرة. طريق ممنوع للعربيات اللي شايلة مواد اللي ممكن تسبب تلوث للمية. طريق ممنوع للعربيات اللي شايلة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار. ممنوع المرور. الأولوية المركبات اللي جاية في الاتجاه المعاكس. طريق ممنوع على الأوتوبيسات. طريق ممنوع على الجرارات. طريق ممنوع على عربيات الكارو. ممنوع تغيير الاتجاه للشمال. ممنوع تغيير الاتجاه لليمين. ممنوع استعمال آلة التنبيه. ممنوع تغيير اتجاه العربية للاتجاه المعاكس نص دورة أو U-turn. ممنوع على عربيات النقل التجاوز. ممنوع السير وراء عربية تانية على مسافة أقل من 70 متر، يعني لازم تسيب على الأقل مسافة 70 متر بينك وبين العربية اللي قدامك. ممنوع على كل العربيات التجاوز. وبكده نكون جمعنا لكم أهم ومعاني علامات الطريق اللي ياريت نبتدي ناخد بالنا منها عشان سلامتنا. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام. ودلوقتي جي وقت الركنة في الجراج. التخطيط الحقيقة قرار المهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة بإعادة دراسة وضع قطاع السيارات حالياً ومحاولة تطبيق استراتيجية مدتها 8 سنين لتطوير الصناعة هو قرار صح جداً. أولاً لأنها خطوة مهمة لحل مشاكل قطاع السيارات، وخصوصاً المصنعين وشركات المكونات والصناعات المغذية واللي بيشتكوا من عدم وجود رؤية مستقبلية لقطاع السيارات. وثانياً لأن تجارب الدول المحيطة بينا كلها بتأكد أن تطوير صناعة السيارات هو توجه حكومي أو قومي في المقام الأول قبل ما يكون دور شركات السيارات والمكونات. كل دي خطوات جادة ومهمة لتطوير قطاع السيارات في مصر، وعلشان كده نتمنى أن الفكر ده يطبق ويستمر لغاية ما نقدر نوصل أننا نطور عربيات باسم مصر. وعشان كده الاستراتيجية دي كان لازم تكون معانا النهاردة ركنة صح. لو عندك أي سؤال يخص أي حاجة عن العربيات ابعت لنا على صفحة الجراج على الفيسبوك، وإحنا بنوعدك إن إحنا هنرد على كل سؤال من الأسئلة دي في كل حلقة من حلقات الجراج. محمود محمد بيسأل إذا كنا نقدر نقدم مقارنة ما بين كيا سبورتج ونيسان كاشكاي. على فكرة يا محمود، إحنا قدمنا في حلقات قبل كده مقارنة ما بين العربيتين الكيا سبورتج والنيسان كاشكاي، تقدر تتابعهم وتتفرج عليهم بشكل كامل على قناة الجراج على اليوتيوب.
شريف عايز يعرف عيوب ومميزات سكودا رابيد. شريف عايزين نقول لك ان الحلقه اللي فاتت على طول قدمنا مقارنه ما بين عربيتين توليدو ورابيد. لو انت عايز تعرف المقارنه كامله والعيوب والفروق ما بين العربيتين ادخل على قناه الجراج على اليوتيوب عشان تشوفها كامله. احمد بيسال عن قطع غيار البريليانس والام جي والجاك. بيتهيألي ان قطع الغيار الثلاث ماركات موجوده، او على الاقل كل شركه بتوفر قطع الغيار الاساسيه لعربيتها، بس بريليانس هتكون متوفره بشكل اكبر في الاسواق، يمكن لان الماركه دي متوفره او موجوده في الاسواق قبل الماركات الثانيه. كامل بيسال عن مميزات العربيه بوجاتي فيران. الاجابه عن السؤال ده هتبقى اجابه طويله، بس انا هحاول اختصرها لكم. ببساطه كده العربيه بوجاتي فيران بتعتبر من افضل عربيات السوبر كارز في العالم، اللي بتوصل سرعتها ل 407 كيلومتر في الساعه، وفي منها نسخه ثانيه سوبر سبورت او نسخه اسرع قدرت انها تدخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه كاسرع عربيه مخصصه للطرق العاديه بسرعه 430 كيلومتر في الساعه. شادي شريف بيسال عن امكانيات العربيه الفا روميو جولييتا. احنا قدمنا العربيه دي في تور درايف قبل كده وقدمها لنا خبير الجراج محمد زلط. لو عايز تشوف الحلقه كامله ادخل على قناه الجراج على اليوتيوب. وتاني ابعتوا لنا اي استفسار عن اي عربيه عندكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو فاتتكم اي حاجه من حلقه النهارده ادخلوا على قناه الجراج على اليوتيوب. مستنياكم الحلقه الجايه في نفس الميعاد. مع السلامه.